السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على نظرية البندول المزدوج والفوضى الخلاقة أو نظرية الفوضى. طيب هنرسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام، وهحط هنا حاجة تثبتها بالشكل دوت، تمام، وبعد كده هرسم أو هكرر الشكل نفسه. بالشكل دوت، وخلينا برضه نحط حاجة تثبتها بالشكل دوت، وخلينا نقول له اعمل لي شو للسرعة وللتايم، تمام. طيب شغل، مفيش حاجة طبعا بتحصل، هذا بسيطة خالص ما تستقر. خلينا بقى نحرر ده كده، هتلاقي ان في حركات كتيرة عشوائية. طيب خلينا نوقفه ونسحب، دوت ونستنى بقى لما يستقر كده. مثلا خليه يقف كده اهو، هيبدأ يعمل حركات مختلفة، وبالذات مثلا لو انت لغيت تأثير الجاذبية. فهو برنامج اسمه الجودو، برنامج سهل ان انت تشرح بيه النظريات، وممكن بقى تحط مثلا الفورس والقيم بتاعتها والفيلوسيتي هيت وهكذا. تقدر تحط كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها او عايزها عشان تدرس حاجة معينة. خلي بالك ان تقريبا ماشيين قريبين بعض، لما كان في جاذبية كانت الارقام بتقل بشكل كبير.